للعرب طرق عدة في معرفة الجهات الأربع عن طريق النجوم، فما طلع النجم الذي يهتدى به ولا الصبح إلا هيجا ذكرها ليا، وعن طريق الرياح، ولا هبت الريح الجنوب لأرضها من الليل إلا بت للريح حانية، وعن طريق الظل، ويوم كظل الرمح قصرت ظله بليلى فلهاني وما كنت لاهية. فالشمس هي التي تولد الظل، والظل هو المحك الرئيس في تحديد الجهات الأربع: الشمال، الجنوب، الشرق، الغرب. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. شاخص، علامة، متابعة، هذه هي الأدوات المستخدمة لتحديد الجهات الأربع عن طريق الظل. فالشاخص عمود من الأشياء كالخشب والحديد يركز بشكل قائم، ونهاية ظله نضع علامة، وبعد فترة أي بعد المتابعة نضع علامة ثانية على نهاية ظله، يطلع عندنا علامتين الأولى والثانية. نخط خطا مستقيما من الأولى إلى الثانية، الأولى تدل على المغرب والثانية تدل على المشرق. نخط خطاً مستقيماً يتقاطع مع هذا الخط، هذا هو الشمال والجنوب. اعتمد على نفسك وسيبك من الكلام حتى الظل يتخلى عنك في الظلام.